في البداية يجب التنويه أن ما لم يذكره المرصد، هناك أجندات خارجية حاليا تريد تحريك عمليات داعش مجددا في المنطقة، وأكبر دليل على ذلك ما حصل البارحة في عملية المسرح في موسكو. يعني هناك، وثبتت الأيادي الخارجية، هناك أجهزة مخابرات غربية تعمل حاليا بشكل جاد وقوي من أجل عودة عدم الاستقرار في المنطقة، من أجل تغطية على ما يحدث من أحداث دموية في غزة. هذا من جانب. أما من الجانب الآخر، هناك الصراعات الداخلية ما بين الفصائل المسمات إسلامية بين قوسين، أدت إليه من عمليات مضاعفة وتصاعد وتيرة العمليات منذ بداية السنة. أيضا امتداد هذه المعارك الداخلية إلى شمال أفريقيا، كما ذكرنا الأسبوع الماضي على قناتكم، أيضا تدخل في هذا الإطار من عملية تصفية حسابات ما بين الأجنحة المتصارعة، لأن عملية اقتصام الغنائم كبيرة جدا، والأطماع الشخصية للقيادات وأمراء حرب داعش كبيرة. نعم. طيب دكتور ألبرت، يعني بالإضافة إلى ما ذكرت حضرتك بأن هناك أجندات خارجية تسعى إلى تحريك هذه التنظيمات، أيضا يعني هناك هجمات تركية على المنطقة، وهناك أيضا تصعيد إيراني أمريكي على خلفية حرب غزة، برأيك هل هذه الهجمات وهذا التصعيد يعني خلق بيئة ملائمة للتنظيم ليعيد نشاطه من جديد؟ أكيد بالطبع، وبالأخص يعني تركيا لديها اليد الطولة فيما يحدث في المنطقة من خلال تأجيج الصراع، وما حصل قبل حوالي أسبوع بين قوسين من محاولة اغتيال الرئيس التركي أيضا تدخل في باب هذا النشاط الأمني الحراكي من أجل تصفية حسابات تركيا مع جماعات قصد أو غيرها من التنظيمات الموجودة في المنطقة، علما أننا بين فترة وأخرى نشهد عمليات نوعية، لكن لم تأتي من العدم هذه العمليات، والدليل ما حصل البارحة أو أول البارح في موسكو، يؤكد أن هناك دعم خارجي ومالي كبير جدا من أجل تنفيذ هكذا أعمال. شكرا. طب دكتور ألبرت، يعني مجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية أيضا يعني في أكثر من مرة أكدوا بأن داعش لا يزال يشكل خطر على الأمن والسلم الدوليين، يعني رغم ذلك نجد بأن المجتمع الدولي صامت ولا يتحرك بجدية، ما المطلوب اليوم لمواجهة هذا الخطر في ظل هذا الصمت؟ يعني المجتمع الدولي سوف يتحرك عندما تنتقل هذه الهجمات على أراضيه، وما حدث في سنة 2015 في فرنسا وبلجيكا وحتى بريطانيا دفع هذه الدول الغربية من أجل أن تتحرك. طالما الموضوع محصور داخل سوريا، داخل العراق، داخل بلدان الشرق الأوسط، فبالنسبة للدول الأوروبية الأمر مجرد أمر عابر ويغطي فقط والشبكات وقنوات التلفزة فقط من خلال الخبر اليومي الذي نمر عليه مرور الكرام. الدول العربية أيضا وفي موقع المتفرج حاليا، كل دولة تعمل على حدة، لديها أجنداتها الخاصة، ونترك كل هذا الموضوع لأصحاب الأمر، ومن يقع كضحايا ليسوا إلا أعداد بسيطة. شكرا لك دكتور ألبرت على هذه المداخلة. كان معي من إسبانيا الدكتور ألبرت فرحات، صحفي مختص في شؤون الإرهاب.